Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Much has been said in Arabic literature about the virtues of traveling and the importance of leaving a land where you are not valued or are oppressed and can't practice your religion. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا. Imam al-Shafi'i says, تَغَرَّبْ عَنِ الْأَوْطَانِ فِي طَلَبِ الْعُلَى وَسَافِرْ فَفِي الْأَسْفَارِ خَمْسُ فَوَائِدِ تَفَرُّجُ هَمٍّ وَاقْتِسَابُ مَعِيشَةٍ وَعِلْمٌ وَآدَابٌ وَصُحْبَةُ مَاجِدِ. And he also says, مَا فِي الْمُقَامِ لِذِي أَقْلٍ وَذِي أَدَبِ من راحة فدع الأوطان واغترب سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب إني رأيت وقوف الماء يفسد إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب والأسد لولا فراق الأرض ما افترست والسحم لولا فراق القوس لم يصب والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب والطبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الحطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهب. الفرزدق says, وفي الأرض أنظار القلى متحول وكل بلاد أوتنتك بلاد. Another poet says, وإذا البلاد تغيرت عن حالها فدع المقام وبادر التحويل ليس المقام عليك فرضا واجبا في بلدة تدعو العزيز ذليلا. الشنفرة was a vagabond thief and poet. When his relatives did not respect and value him, he preferred to leave them and live by himself, even if he had to face hunger and danger and have the wild animals for companions. He talks about this in his eloquent poem, popularly known as the Lamiyatul Arab. أقيم بني أمي صدور مطيكم فإني إلى قوم سواكم لأميل فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راحبا وهو يعقل ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقة زحلول وعرفاء جيئل هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جرى يخذل. I hope you enjoyed this and inshallah I'll see you in the next one. Assalamu alaikum.